السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الأخبارية من قناة عدن الفضائية. نسهل النشرة بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يرأس اجتماع لقيادة وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية ويوجه بتشديد الرقابة على سوق الأدوية. التحالف العربي يكشف أدلة تثبت تورط ميليشيا حزب الله الإرهابي في بلادنا واستخدام المطار لاستهداف السعودية. مصرع أكثر من 223 حوثيا وتدمير 17 آلية عسكرية في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة الماضية. إلى التفاصيل، أهلا بكم مجددا. أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني أن المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم حقق إنجازا كبيرا في تاريخ رياضة اليمنية، وأن هذا النموذج الرائع من الناشئين سيظل خالدا في ذاكرة اليمنيين بما تحقق وأنجز رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء الحرب الهمجية التي أشعلتها الميليشيات الحوثية السلالية الباغية. وقال رئيس مجلس النواب خلال استقباله رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الشيخ أحمد العيسي وأعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة الناشئين الذي أحرز كأس بطولة اتحاد غرب آسيا في نسختها الثامنة، قال إن الأداء المشرف للاعبي المنتخب في مبارياتهم التي خاضوها وتتويجهم بالبطولة التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة مثل لليمن خير تمثيل ورسم البهجة والفرح على وجوه كل اليمنيين الذين وحدهم الهم الوطني، كما وحدتهم الرياضة على الدوام وخرجوا في مختلف المحافظات وفي مهاجرهم إلى الشوارع والساحات للتعبير عن فرحتهم بهذا الإنجاز للتأكيد على وحدة النسيج المجتمعي التي تجلت في أبهى صورها. وهنأ رئيس مجلس النواب أعضاء بعثة المنتخب الوطني بمناسبة فوزه بالبطولة، وحث لاعبي المنتخب على مواصلة التدريبات والحفاظ على اللياقة البدنية واكتساب الخبرات الرياضية، مؤكدا أنهم من يستحقون الشكر وقد أدخلوا الفرحة إلى قلوب اليمنيين جميعا في الداخل والخارج، وأنه لا مستحيل في قاموس الإرادة ولا عوائق أمام هواة المجد والإنجاز، متمنيا لهم مستقبلا مشرقا وهمة أكبر في تمثيل اليمن ورفع اسمها في كافة المحافل الرياضية. وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد وزارة الصحة العامة والسكان والجهات ذات العلاقة بالتعاون مع السلطات المحلية بتشديد الرقابة على سوق الأدوية والتحقق من جودتها وصلاحيتها وضبط أسعارها بما يتوازى مع التعافي الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية. وشدد رئيس الوزراء لدى ترأسه بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية على تفعيل الدور الرقابي لهيئة الأدوية في تنظيم إنتاج واستيراد الأدوية والتحقق من جودتها وأسعارها وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية ومكافحة تهريب الأدوية، منوها بالجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي والمصانع الجاري إنشاؤها في حضرموت وعدن والضالع لتوسيع قاعدة الإنتاج الدوائي الوطني، كما وجه بإنجاز وإعداد دراسات لتخصيص مناطق امتيازات خاصة للصناعات الدوائية في عدن وحضرموت، مؤكدا دعم الحكومة إنشاء مناطق استثمارية خاصة بالصناعات الدوائية ودعمها على مستوى اليمن. واستمع الدكتور معين عبد الملك خلال الاجتماع من قيادة وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية إلى تقارير عن مستوى الأداء الرقابي في سوق الأدوية والخطط المعدة في هذا الجانب ومدى تنفيذها والتنسيق القائم مع السلطات المحلية في هذا الجانب. كما اطلع رئيس الوزراء على مشروع إنشاء مختبرات مراقبة جودة الأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن، والبالغ تكلفته أكثر من 3 ملايين دولار بتمويل من الهيئة العليا للأدوية والذي سينفذ على مرحلتين وسيحتوي على عدد من المختبرات المتصلة بجودة الأدوية والهرمونات وفحص النباتات الطبية. وأكد بهذا الخصوص على أهمية إنجاز المشروع في المدى الزمني المحدد ووفقا للمواصفات المعتمدة.
أدان معمر الإيراني وزير الإعلام والثقافة والسياحة واستنكر بأشد العبارات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران سوقا شعبيا في مفرق حريب جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي الذي أسفر عن استشهاد 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة وخلف أضرارا مادية كبيرة. وقال الوزير الإيراني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران الأحياء السكنية في مدينة مأرب ب3 صواريخ باليستية إيرانية الصنع عمل هستيري جبان يكشف حجم الخسائر التي تتكبدها في مختلف جبهات القتال وعدم اكتراثها بمصير الملايين من السكان والنازحين في المدينة في ظل صمت دولي مستغرب وغير مفهوم. وأضاف معمر الإيراني أن استمرار ميليشيا الحوثي في قصف التجمعات والأحياء السكنية والأسواق العامة في محافظة مأرب بالصواريخ والأسلحة الثقيلة بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين عمل انتقامي جبان يعكس فشلها في تحقيق تقدم عسكري والخسائر البشرية غير المسبوقة التي تتكبدها في جبهات القتال. كما استغرب الإيراني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء جرائم القتل الممنهج الذي ترتكبه ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة مأرب مطالبا بتحرك فوري لإدراج ميليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. دانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية سوقا شعبيا في مفرق حريب بمحافظة مأرب بصاروخ باليستي مما أسفر عن سقوط 3 شهداء بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما وأصاب 8 آخرين أحدهم طفل في 3 من العمر يرقد حاليا في العناية المركزة. وأكدت الوزارة أن استمرار ميليشيا الإجرام والموت باستهداف المدنيين العزل والأحياء المكتظة بالسكان والمستمر منذ قرابة 7 سنوات هو دليل دامغ بأنها لم ولن تتوقف عن ممارسة هوايتها المفضلة وأن هناك ضحايا آخرون سيسقطون في المستقبل. وأشار البيان إلى أن مسلسل الجرائم الجسيمة الموجه ضد المدنيين من أبناء شعبنا يذكرنا بتواطؤ الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان في العالم والتي فشلت وما زالت في القيام بواجبها تجاه المدنيين عبر اتخاذ التدابير التي من شأنها وقف الانتهاكات أو الحد منها، منوها أن العالم الذي يتابع بصمت مشين ميليشيا الحوثي الإرهابية وهي تبغل في إزهاق الدماء البريئة هو ذاته الذي يمارس أقسى العقوبات بحق ميليشيا وجماعات أخرى في مناطق مختلفة من العالم، ما يعني بأنه يمارس أقسى درجات الإزدواجية في تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية. وأضاف أن التعاطي بإزدواجية مع الجرائم الإرهابية من بلد لآخر يقوض وما يزال الأمن والسلم الدوليين ويمد الإرهابيين بالأمل والوقت اللازمين للاستمرار بممارسة جرائمهم، وهو ما يستدعي القيام بمراجعات من شأنها توحيد كل الجهود الدولية لمواجهة جميع أشكال الموت والإرهاب. كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في إحاطة شاملة عن أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني الإرهابي في بلادنا واستخدام المطار لاستهداف السعودية، وعرض التحالف صورا لعناصر من حزب الله تدرب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات. وقال المتحدث الرسمي العميد تركي المالكي في مؤتمر إن الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن. وأكد المالكي أن النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران. واتهم المالكي ميليشيا الحوثي باستغلال اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة جبهات، مشددا على أن التحالف يراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة. وعرض المالكي صورا تثبت استخدام ميليشيا الحوثي مطار صنعاء لأغراض عسكرية فضلا عن تدريبات للحوثيين من أجل إطلاق صواريخ باليستية من مطار صنعاء، مشيرا إلى أن السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو هو من كان يقود العمليات العسكرية في اليمن. أعلن تحالف دعم الشرعية في بلادنا عن تنفيذ 40 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظتي الجوف ومأرب خلال 24 ساعة الماضية. وأكد التحالف العربي في بيان تدمير 17 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 223 عنصرا إرهابيا من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، كما تم تنفيذ عمليتي استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الجيش وحماية المدنيين.
انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2231 لغما زرعت ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المحافظات. وأوضح المركز في بيان له أن الألغام المنزوعة منها 11 لغما مضادة للأفراد و1339 لغما مضادا للدبابات و800 ذخيرة غير متفجرة و20 عبوة ناسفة، ليرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في شهر ديسمبر إلى 8059 لغما، مشيرا إلى أن عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع مسام حتى الآن بلغ 298,412 ألف لغم زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية. أقدمت الميليشيا الحوثية على اعتقال عدد من طلبة قسم الإعلام في جامعة الحديدة والتحقيق معهم بحجة مناهضة الانقلاب وتأييد الحكومة الشرعية. ووفقا للمصادر الأكاديمية، يتعرض الطلاب إلى حملة إرهاب قاسية من قبل الميليشيا الحوثية بعد فرارهم من مناطق سيطرة الميليشيا في محافظة الحديدة واستمرار ملاحقتهم، حيث تقوم باستحداث حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء أساتذتهم في الكليات والتواصل معهم بهدف الحصول على معلومات عن أماكن إقامتهم وعلاقاتهم بصورة تعيد إلى الأذهان ما حدث للصحفية رشا الحرازي وزوجها من ملاحقات وتتبع من قبل الميليشيا الحوثية قبل حادثة اغتيالها. التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاءات انتهاك حقوق الإنسان محافظة محافظة تعز نبي شمسان ومدراء الأجهزة الأمنية وعددا من المكاتب التنفيذية في المحافظة. وناقش اللقاء الذي ضم مدراء شرطة تعز العميد منصور الأكحلي والأمن السياسي العميد عبد الواحد سرحان والاستخبارات العسكرية العميد عبد البحيري وقائد قوات الأمن الخاصة العميد جميل عقلان وعددا من مدراء المكاتب التنفيذية في المحافظة الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان في المحافظة وملفات الاعتداء على الممتلكات الخاصة ومعوقات وصول الغذاء والدواء بسبب الحصار وتردي الطرق المستخدمة حاليا. وأكد محافظ تعز استعداد السلطة المحلية وحرصها على تسهيل وتذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. من جانبه ثمن نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق حسين المجدري ثمن تفاعل السلطة المحلية في المحافظة مع طاقم اللجنة ومكتبها في تعز، مؤكدا اهتمام اللجنة بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم مديريات المحافظة وحرصها على التوثيق والتحقيق في كافة الوقائع وتحديد المتسببين فيها في سبيل إنصاف الضحايا والحد من الانتهاكات. في سياق متصل ناقش نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ومعه أعضاء اللجنة القاضي صباح العلواني وناصر العودري وأشراق المقطري وراصدي وراصدات اللجنة في محافظة تعز مع مدير البحث الجنائي بتعز العميد صادق الحسامي أوضاع المحتجزين على ذمة التحقيق بحضور وكيل نيابة البحث والأمن. كما اطلع فريق اللجنة على مركز الاحتجاز الاحتياطي التابع للبحث الجنائي وقام بمعاينة أقسامه والاستماع لأقوال ومطالب عدد من الموقوفين ومعرفة أوضاعهم القانونية الحالية. تفقد محافظ محافظة لاحج اللواء الركن أحمد عبد الله تركي منطقة الحسيني ووقف على ظاهرة تشكل بحيرة المياه النقية في المنطقة موجها الجهات المختصة إلى دراسة هذه الظاهرة وأسبابها ووضع الحلول العملية للاستفادة منها في مجال ري المحاصيل. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل منصور سيف سعيد. وتبقى لحج هي أرض الخير والعطاء، هي الخضرة والجمال، تشرئب أعناق أبنائها إلى معانقة المجد الزراعي من جديد. في ظل القيادة المتفانية لمحافظها النشط اللواء الركن أحمد عبدالله تركي الذي تجول اليوم مطولا في منطقة الحسيني للوقوف على ظاهرة تدفق المياه النقية في الجهات الشرقية من وادي تبن بالقرب من جسر الحسيني، وتشكلت على إثرها بحيرة كبيرة من المياه النقية. وخلال الزيارة التقى الأخ محافظ المحافظة بعدد من المزارعين من ذوي الخبرة الزراعية والمواطنين، واستمع منهم إلى أحاديث مطولة عن كيفية تشكل هذه البحيرة المائية. ووجه المحافظ تركي الجهات المختصة بصرف وسائل شفط لكمية المياه
والاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية المحاذية للبحيرة، داعيا إياهم إلى الاستخدام الأمثل لهذه المياه حتى تعود بالنفع على الأرض الزراعية والمزارعين. وأكد الأخ محافظ المحافظة أن السلطة المحلية ستولي هذه الظاهرة اهتماما كبيرا من خلال وضع دراسات وتوجيه المختصين الاطلاع بدورهم العلمي في تفسير حدوث هذه الظاهرة. نحن اليوم قمنا بزيارة إلى المكان الذي انفجرت فيه البير هذا، ووجدت فيها بحيرة كبيرة جدا، كمية الماء بصراحة أكثر من 3 قوائم موجود الآن أمامنا. وطبعا يعتبر هذا البحيرة هي بتكون، أنا أعتقد أنه حسب تخيلاتي بأنها بتستمر لفترة طويلة. إذا كان المزارع بحاجة إلى استفادة من هذا الماء، نحن سنقوم بدعمه إلى سحب هذه المياه، لأنه بقاها بهذا الشكل لن يستفيد منها المزارع، ولهذا ذات صاحب البير والأراضي الذي مقاوره. طبعا إذا بحاجة لإدارة مقا، وبالذات هذا الانفجار ووجود المياه بهذه الكمية، بحاجة لدراسة وبخبراء نتأكد كم، لأنه لازال المي متدفق وبشكل كبير. إن شاء الله نحن بنسق مع وزارة الزراعة ومع الأخوة في وزارة المياه يعطونا تحليل عن هذا الانفجار هذا البير والكمية الموجودة من احتياط المي الموجود، لأنه لأول مرة هذا بهذا الشكل يتم حفر بير وتجمع الكمية الكبيرة من المياه في هذا البحيرة. وكان اللواء الركن أحمد عبد الله تركي محافظ المحافظة قد تجول اليوم أيضا ومرافقوه في عدد من الحقول الزراعية في منطقتي الحسيني والقريشي، وطلع على الجهد المبذول من قبل المزارعين في إنجاح موسم القرعيات والطماطم لهذا العام، وحث مكتب الزراعة والري إلى الأخذ بيد المزارع وتقديم سبل العون الممكنة لمواصلة زراعة الخيرات المادية كي ينعم بها أبناء المحافظة. يذكر أن منطقة الحسيني أضحت هذه الأيام مزاراً لمواطني المحافظة من خارجها أيضاً لمشاهدة ظاهرة تشكل بحيرة المياه والاستمتاع بالأجواء الشتوية الدافئة والمناظر الخلابة التي تشهدها محافظة لحج هذه الأيام. رافق الأخ محافظ المحافظة في هذه الزيارة المهندس نبيل العزيبي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظة، وعدد من المستشارين والمختصين في مجال المياه والصرف الصحي، وأيضا المسؤولين في مديريتي الحوطة وتبن. لقناة عدن الفضائية منصور سيف سعيد وأياد البيسة، إعلام محافظة لحج. الآن مشاهدينا الكرام نأتي إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
ختام النشرة مشاهدينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء رأس اجتماعا لقيادة وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، ويوجه بتجديد الرقابة على سوق الأدوية. التحالف يكشف أدلة تثبت تورط ميليشيا حزب الله الإرهابي في بلادنا واستخدام المطار لاستهداف السعودية. مصرع أكثر من 223 حوثيا وتدمير 17 آلية عسكرية في محافظتي مأرب الجوف خلال 24 ساعة الماضية. انتهت نشرة الأخبار الرئيسية مشاهدينا الكرام، لقاؤنا يتجدد في النشرات الأخبارية القادمة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. إلى اللقاء.